البرودكت كثير رائع وكثير حلو كمان ككوزمتيك كفانكشنال، انه كيف بعطي انه المريض الحماس الاشي اللي يقدم افضل ما عنده، لان هي اعطته شغلات كثير حلوه، وان شاء الله انه نكون شيء تطور اكثر من هيك وافضل من هيك ان شاء الله. كمنتج جديد انه حلو كثير يعني كالشغلات اللي موجوده فيه تكنيكلي، انه حتى انه كيف شرحونا عن تركيب القدم، مش الشيء الكومبلكس الصعب، شغلات الشيء اللي قاعدين بتطوروا، انه المنتج جديد وعم بيجددوا عليه اكثر واكثر قاعدين ليعطي شيء افضل للمريض.